للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من عمان وزير المالية الأردني الأسبق دكتور محمد أبو حمور. دكتور محمد، كيف تنظر إلى هذه الحزمة ومدى قدرتها على تحقيق الهدف المرجو منها؟ يعني احنا نشكركم ونسعد التواصل معكم. زي ما تفضلت انت، نهايه هذه الحزمه الخامسه اللي قدمتها الحكومه، وهي الحزمه تتعلق بقضايا الحوسبه والاسمكه، وتتعلق بالثوره الصناعيه الرابعه وما تطلق الثوره الصناعيه الرابعه من فرص من خلال الرياده ومن خلال الابتكار والاختراع ومن خلال ايجاد اليات جديده للتعامل مع المواطنين والمستثمرين. يعني معظم المستثمرين لما يحكوا عن قضايا تتعلق عالقه، سواء كانت في وزاره الداخليه او في وزاره الماليه او في الاحوال المدنيه، كل هاي الدوائر لما تتعاون مع بعض بايجاد اليه واحده لحل القضايا العالقه السابقه وايجاد اليه جديده للتعامل مع المستثمرين، اكيد هذا يزيل البيروقراطيه وبيقلل فرص الواسطه والمحسوبيه وبيساعد على انه المستثمر يحصل على الخدمه المطلوبه وتراخيص المناسبة بسرعة القصوى، وبالاستفادة من ما تتيحه الثورة التكنولوجية والعولمة من الانفتاح عليها والاستفادة من الفرص المتاحة فيها. ماذا تبقى للحكومة الأردنية كي تتمكن من جذب استثمارات جديدة بعد هذه الإجراءات؟ يعني هو صحيح انه الحزم زي ما بتلاحظ نتيجه حزمه متعلقه بقطاع معين، كنا بنقبل نتيجه الحزم ضمن رؤيه واحده، هاي الرؤيه بتكون شامله كل القطاعات وكل الفئات وبنفس الوقت كل الجهات المستثمره من مختلف المناطق الجغرافيه في العالم. يعني للاسف انه الحكومه قامت بتقوم بعد توجيهات جلاله الملك بدراسه كل قطاع وايجاد حزمه خاصه فيه، يعني ولذلك الحكومه اوجدت وزاره للابتكار والاختراع والرياده والتكنولوجيا. وهذا يعني شيء جيد، يعني اكيد الحكومه في جعبتها مزيد من الحزم، لكن بنامل انها تكون كل الحزم جيد ضمن رؤيه شموليه واحده، زي يعني المريض اللي بيروح عند طبيب بيعالجه لمرض معين، وبالتالي هذا يعني لكن اذا كان في اكثر من مرض كل طبيب بيعالج جزئيه خاصه فيه، بدنا نظره شموليه حتى لا يكون فيها تاثيرات جانبيه او تعارض او تناقض او عدم تنسيق بين الجهات ضمن اطار رؤيه شموليه واستراتيجيه واضحه وخطه قابله للتنفيذ، ويجب ان يكون معايير لقياس الاداء ويجب ان يكون. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد ابو حمور وزير الماليه الاردنيه الاسبق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا هاتفيا من العاصمه الاردنيه عمان.